بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بكم في رواق رئاسة النيابة العامة الذي يحمل معه يعني إعلان انطلاق الشكاية الإلكترونية. الشكاية الإلكترونية هي مشروع أشرفت عليه رئاسة النيابة العامة في إطار تجسيد وتنزيل الشعار الذي رفعته وهو نيابة عامة مواطنة. كذلك هو نوع من الاستمرارية في تفعيل سياسة التي ينهجها يعني السيد رئيس النيابة العامة في القرب من المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وهمومهم ومحاولة توفير فضاء يليق بكرامة المواطن عندما يلج إلى من أجل التشكي. كذلك هو يجسد الاهتمام بإشعار المواطنين بجميع الطرق الإلكترونية، مثلا أنه رئاسة النيابة العامة شرعت منذ فترة طويلة في اعتماد الاسماس وفي اعتماد البريد الإلكتروني في التواصل مع المواطن. الآن هناك إمكانية للتشكي يعني عن بعد عن طريق الشكاية الإلكترونية. إذن هذه الخدمة ستوفر على المواطن عناء التنقل، خاصة إذا كان يقطن يعني في مدينة بعيدة عن مقر رئاسة النيابة العامة. سيوفر لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج آلية يعني محصنة يعني توفر الحماية اللازمة لمعطياتهم الشخصية من أجل إبلاغ تظلماتهم وشكاياتهم لرئاسة النيابة العامة التي ستتولى عن طريق شعبة معالجة الشكايات، يعني وإيجاد واحد صيغة قانونية من أجل إيصال هذه التظلمات للنيابات العامة المختصة وإجراء أبحاث والتحريات على ضوء يعني المقتضيات المصدرية تنظيم الأبحاث في الشكايات. كذلك الشكاية الإلكترونية هي تختلف عن الخط المباشر الذي حقق نتائج مهمة جدا فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي، يعني هي يعني تعنى يعني بتلقي جميع أنواع الشكايات بما في ذلك يعني ما يتعلق بالإبلاغ عن الفساد المالي، إلا أن خصوصيتها تكمن في أنه الإبلاغ لا يكون عن طريق الهاتف وإنما عن طريق شكاية تصل لرئيس النيابة العامة بطريقة إلكترونية.